بسألك على محمد صلاح. محمد صلاح نجم ليفربول، أسطورة كرة القدم العالمية وأسطورة منتخبنا الوطني المصري، رأيك كيف مسيرته في كرة القدم العالمية؟ رأيته محمد صلاح، رأيت له بعض المباريات، أقول لكم كيف نقولها، لديه إمكانيات خاصة، يلعب بشكل إلى حد كبير. أنا قلت أن لاعب محمد صلاح غريب عن بعض اللاعبين، غريب لكن غرابته هي تألق. طيب لو كنت تقابلت في جيل واحد مع محمد صلاح، من كان يتفوق، أنت أم هو؟ لا أستطيع أن أحكم أن محمد صلاح وله يلعب بمركز بعيد عن المركز الذي كنت ألعب فيه، لا أستطيع أبدا أن أعقد المقارنة، ولكن يمكن أن أقول أنني كان من الممكن أن أجعله لا يمر بالكرة أبدا.